الدوبلر الترا ساوند واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هي بنستعملها ان احنا نبص بيها على البلاد فلو. الفكره الاساسيه بتاعتها هي مبنيه على الدوبلر افكت، ان احنا لما بنبعت يعني ويف، يعني سواء كانت الترا ساوند سواء كانت لايت سواء كان وات ايفر، اي ويف عموما، وتجيت ريفلكتد من اوبجكت، لو كان في ريلاتيف موشن بتوين الحاجه اللي بتبعت والحاجه اللي بتستقبل او الحاجه اللي بتعمل ريفلكشن، بيحصل تغير في الفريكوانسي اللي راجعه. يعني على سبيل المثال، انا دلوقتي عندي سورس ثابت، وعندي هنا، عندي هنا سورس وعندي هنا حاجه بتعمل ريفلكشن، الاثنين ثابتين، فبالتالي الحاجه اللي هتروح هي نفسها الحاجه اللي هترجع. يعني هبعت فريكوانسي اف ترانسميتد، هيجي لي الفريكوانسي اف ريسيفد هي نفسها الفريكوانسي اف ترانسميتد. لو حصل حركه، لو في حركه، لو فرضا السورس بيتحرك او الاوبجكت نفسه ده بيتحرك، هو الاثنين زي ريلاتيف لبعض، هي ريلاتيف موشن معناها واحد فيهم يتحرك. هنا لو احنا قلنا السورس هيتحرك، فلو هو بيتحرك في اتجاه الاوبجكت يبقى الفريكوانسي اللي ريسيفد هتبقى اعلى من الفريكوانسي ترانسميتد. لو هو بيتحرك اواي فروم الاوبجكت يبقى معنى كده بيبقى الفريكوانسي ريسيفد اقل من الفريكوانسي ترانسميتد. في علاقه واضحه تقول لنا الفرق بين الريسيفد والترانسميتد حاجه بالشكل ده كده بتساوي توايس، اللي هو الفرق ده بيساوي توايس الفريكوانسي ترانسميتد في الفيلوسيتي، لو دي بتتحرك بفيلوسيتي معينه هي الفيلوسيتي بتاعت الحركه ديت. في كوزاين ثيتا اللي هي الانجل بتوين الاثنين، يعني انا ببعت الحركه دي نفسها هل هي في اتجاه الويف ولا في اتجاه عمودي عليها؟ لو كانت في اتجاه الويف نفسها يبقى الكوزاين ثيتا بتساوي واحد، لو عمودي عليها يبقى مش هيحصل تاثير. والسي طبعا هي سرعه الالترا ساوند، فبالتالي لما تتغير الفيلوسيتي هنا هيحصل لي شيفت سواء كان اب شيفت او داون شيفت، وبعرف انا من الاب شيفت او داون شيفت اذا كنت بتحرك في اتجاه الاوبجكت او بتحرك في عكس اتجاه الاوبجكت. طبعا احنا بالنسبه لنا الكلام ده بيحصل في تصويب من مجال فوق الصوتيه عن طريق ان احنا بنبص في البلاد فيسلز على الريد بلاد سيلز. فبيسكلي الحاجه اللي احنا بنبعتها من الترانسديوسر بتيجي بعد كده بتجيت ريفلكتد من الريد بلاد سيلز. حسب بقى الريد بلاد سيلز دي بتتحرك في انهي اتجاه بيجي لي بعد كده تاثير على الريفلكتد فريكونسي، وبالتالي بقدر ديتكت من الريفلكتد فريكونسي سرعه الار بي سيز دي بتساوي كام، اللي هي الريد بلاد سيلز دي سرعتها كام. طبعا سرعتها احنا بنتكلم على سرعه الريد بلاد سيلز هي نفسها سرعه الفلو بتاعت الدم، لان هو الار بي سيز مش بتتحرك لوحديها، هي بتتحرك مع داخل الفلو بتاع الدم. فبالتالي لو احنا عرفنا الكلام ده نقدر نعرف سرعه الفلو بتساوي كام.